السلام عليكم ورحمة الله. حكينا المرة السابقة من هاي السلسلة عن هرمون الليبتين ودوره بالسمنة والنحافة، وقلنا انه هو من اهم الهرمونات اللي بتتحكم بالشهية والاستقلاب، حتى انه يسمى هرمون الشبع. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن اختبار مقاومة الليبتين وحمية الليبتين والأطعمة اللي بتساعد على زيادة حساسية الخلايا لهذا الهرمون. في نوعين من الاختبارات لمقاومة الليبتين، وطبعا صرنا نعرف من المرة الماضية شو هي مقاومة الليبتين. أول اختبار عبارة عن أسئلة وأجوبة، والثاني فحص لتركيز هذا الهرمون بالدم. نبدأ بالاختبار الأول. يا ريت نمسك قلم وورقة ونكتب الإجابات نعم أو لا. السؤال الأول، هل تعاني صعوبة بإنزال وزنك؟ هل عندك مشكلة بتثبيت الوزن بعد الحمية؟ هل نجحت بإنزال وزنك لكن ما زال شكلك ممتلئ؟ هل عندك زيادة بالشحوم الثلاثية؟ هل تمتلك دهون بمنطقة البطن والوسط بشكل عام ولا تستطيع التخلص منها مهما نجحت بإنزال وزنك؟ هل دائما تشعر بالجوع وخصوصي ليلا؟ هل دائما تشتهي الأطعمة السكرية وتشعر بالانزعاج إذا لم تحصل عليها؟ هل أنت عصبي؟ هل عندك ارتفاع ضغط؟ هل تعاني من مرض السكري؟ هل عندك مقاومة للأنسولين؟ إذا كانت أغلب الإجابات بنعم فأكيد في مقاومة للليبتين. الاختبار الثاني وهو فحص تركيز هذا الهرمون بالدم. غالبا يطلب هذا الفحص بحالة الأطفال البدينين وخصوصي في العائلات المعروفة بالبدانة المبكرة. أحيانا يطلب عند الكبار مع مجموعة أخرى من الفحوصات، مثلا TSH الهرمون المحفز للغدة الدرقية وسكر الدم والA1C اللي هو فحص سكر الدم لثلاثة أشهر ماضية وغيرها من الفحوصات. إذا كان تركيز الليبتين منخفض فهذا يعني وجود عوز مسبب للسمنة، والحل بسيط بإعطاء هذا الهرمون. أما إذا كان تركيزه عالي بالدم فهذا يعني تأكيد وجود مقاومة للليبتين. عموما 10% فقط من حالات السمنة تكون نتيجة نقص، وغالبا نتيجة مقاومة. في طرق طبيعية لزيادة حساسية الخلايا لهذا الهرمون وتحفيز إنزال الوزن، منها تنظيم الأنسولين. الأنسولين والليبتين هن هرمونين مثل الأخوة، كل واحد فيهم بيأثر على الثاني بآليات رح نشرحها بلقاء قادم إن شاء الله. رح نستفيد بالشرح عن الأنسولين اللي هو من أهم الهرمونات اللي بتأثر على عمليات الأيض بالجسم. كمان زيادة الجهد العضلي. منطقيا لما بيزيد الجهد العضلي فبتزيد الحاجة للحرق، فبتجبر خلايا الدماغ إنها تتحسس للليبتين، لأن الليبتين يؤثر مباشرة على عملية الأيض. يعني بتزيد الحاجة للحرق فبتزداد الحاجة لتحسس الليبتين. التقليل من الأطعمة والعصائر الغنية بالسكر، لأن السكر هو أول مصدر للطاقة، فلما بتلاقي الخلايا فورا بتاخده وبتحرقه، أما لما ما بتلاقي بتتجه للبروتينات والدهون، فبتجبر الدماغ إنها تتحسس للليبتين حتى تزيد الحرق من الدهون. أكل السمك، لأن السمك من الأطعمة المضادة للالتهاب، ومثل ما حكينا إنه الحالة الالتهابية بتقلل حساسية خلايا الدماغ للليبتين. النوم العميق وتقليل الضغط العصبي، وهذا يقلل تركيز الكورتيزول بالدم مما يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، تقليل من الحالة الالتهابية وتنظيم إفراز الكثير من الهرمونات، وبالتالي تتحسن كل الوظائف الاستقلابية. كمان أكل الحبوب الغنية بالألياف، لأن الألياف بتقلل امتصاص السكر، ومثل ما حكينا أنه السكر أول مصدر للطاقة، وإذا ما لقى الجسم بيتجه نحو الدهون. كمان الألياف بتبطئ امتصاص السكر، فما بيصير عنا بيك، ما بيصير عنا ارتفاع مفاجئ للسكر بالدم، فبالتالي ما بيصير عنا ارتفاع مفاجئ للأنسولين بالدم، ومثل ما حكينا انه في ارتباط وثيق بين الليبتين والأنسولين. كمان في عنا انخفاض الشحوم الثلاثية في الدم.
التركيز العالي للشحوم الثلاثية بيعمل مثل حاجز بوش عبور الليبتين عبر الحاجز الدماغي الدموي، يعني الليبتين بيعبر عبر هذا الحاجز لحتى يوصل لخلايا الدماغ، والشحوم الثلاثية العالية بتوقف بوش هذا العبور. كمان البروتين، أكل كمية كبيرة من البروتين بتزيد حساسية الدماغ للليبتين بشكل ملحوظ، وهذا كان تجريبي. الدسم، دلت الدراسات أن زيادة كمية الدسم بالطعام تؤدي إلى زيادة مقاومة الدماغ للليبتين بشكل سريع جدا، حتى قبل زيادة الكتلة الدهنية وقبل ارتفاع الشحوم الثلاثية. في دراسة على الفئران، بدأت مقاومة الليبتين بعد 6 أيام فقط من زيادة الدسم بطعامه. فلازم نقلل الدسم، نزيد البروتين، نخفض الشحوم الثلاثية، ننام نوم عميق، نعمل ريلاكس، نراقب سكر الدم، ناكل أسماك وألياف، ونزيد المجهود العضلي. على كل حال، في حمية اسمها حمية الليبتين تشتغل على هذا الهرمون وبتزيد الحساسية تجاهه وبتشتغل على آلية الشبع، وهي بسيطة كتير، بتعتمد على 5 قواعد. القاعدة الأولى، أن تحتوي وجبة الإفطار على حوالي من 20 ل 30 جرام من البروتين. والأكلات الغنية بالبروتين تقريبا معروفة، يعني بياض البيض، صدور الدجاج، التونة، الأجبان خالية الدسم، اللبن، الزبادي يعني خالي الدسم. القاعدة الثانية، أن لا تأكل أو تأكلي بعد العشاء، وتكونوا حريصين على أنكم توقفوا الأكل قبل 3 ساعات من النوم، والأفضل والحالة المثالية أنه يتوقف الأكل على الساعة 6 المساء. القاعدة الثالثة، كل 3 وجبات يوميا بدون وجبات خفيفة بينهم، يعني بدون سناك. القاعدة الرابعة، تقليل كمية الكربوهيدرات يعني السكريات قدر الإمكان. القاعدة الخامسة، توقف عن الطعام قبل الشبع بقليل. هي حمية كتير بسيطة لكن كتير فعالة، مجرد أنه نوقف عن الأكل قبل النوم ب3 ساعات، قبل الشبع بشوي يعني ما نملي المعدة، نزود بروتين، نقلل كربوهيدرات قدر الإمكان، وما ناكل بين الوجبات، وناكل شو ما بدنا من أكل البيت، يعني ما بدها أكل خاص لهي الحمية. الأصل فيها هو الثبات، لأن نحن عم نعيد برمجة خلايا، فلازم الصبر والثبات. بتلاقوا بصندوق الوصف روابط للمحاضرة بالإنجليزي والعربي، كمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.